اهلا وسهلا، اسمي مصطفى حسين، سينيور بري سيلز انجينير في كايريبا. هو حرفيا انت عندك فرصه ان انت تتعلم، ان انت تو ريتشارج، ان انت تو ريكونكت مع كذا حد، وذر اتس بانكينج وذر اتس تريجري. فهي فرصه جميله ان انت تشحن طاقه تاني وتتعرف على ناس جديده. السوق السعودي سوق واعد جدا ما شاء الله تبارك الله، التكنولوجي الاستخدام بتاعها عالي جدا. اللي عجبني النهاردة كان how to be better in the job that you are pursuing. أستاذ محمود أبو طالب كان هايل جدا، البانل ده كان خطير، اتعرفت على ثقافة جديدة، ناس جديدة، فالموضوع بيفرق معاك، بيوسع الهورايزن بتاعتك في كذا حتة، whether it's knowledge, whether it's culture, whether it's ايه الجديد في التكنولوجي we can use عشان نحسن أدائنا، كل حاجة صراحة يعني.